اليوم اليوم ممكن اليوم يلا متى بنسير ماك جاي متحمس بحصل حلاوة ولا انا سير بجهز ماك جاي مستعد ليلى انا بحصل كذا شي حلاوة لا ما في زحمة بس خلينا نسير من الحين عشان حلاوة بتخلص. والله الحمد لله شو صحتك الحمد لله انت شو الدوام وين يا رب شغلك ان شاء الله تفضل شو البيت وياك ام منصور شو العيال والله الحمد لله ماشي حالي من البيت للاهل من بيت الاهل للبيت ام منصور ايش رايك نطلع رحله بر يا ابو كل ما يودني بر 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 انا اليوم الصراحه بصير عند اهلي وباكر يصير خير ان شاء الله ليش طحت؟ واحد دعمني شو تشوف جن انت؟ والله شفته وين سايرين؟
كان منصور موجود هاي السنة كان قال لي الليلة أنا أكثر واحد يجمع فيها أحلامه. الله يرحمه. سمعت انك انت اللي محصل اكثر واحد على وصل. يلا يلا نسير بيت ام عبد الله. بلاك حتى لو وصلنا بيت ام عبد الله الليله انا بحصل اكثر واحد.